أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بأن 5 يمنيين يقتلون أو يصابون كل يوم، وفشل الأمم المتحدة في إنجاز تسوية في اليمن. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن ما لا يقل عن 5 مدنيين يقتلون أو يصابون كل يوم في اليمن بسبب استمرار النزاع. أضاف في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي أن 20 مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات، وخمسة ملايين آخرين يواجهون المجاعة فعلا. حذر غوتيريش من أن إعصار الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك اليمن ترك المدنيين يدفعون الثمن الأعلى، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية تفوق قدرة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على تلبيتها. لماذا فشلت الأمم المتحدة في إنجاز تسوية سياسية في اليمن ونجحت في استجلاب الدعم؟ وهل لا يزال الرهان على الدور الأممي قائما لدى اليمنيين؟ نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. ما لا يقل عن 5 مدنيين يقتلون أو يصابون كل يوم بسبب استمرار النزاع، وعشرون مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة للمساعدات، وخمسة ملايين آخرين يواجهون خطر المجاعة فعلا، بينما يستمر إعصار الأزمة في ضرب المدنيين. أما الاحتياجات الإنسانية فتفوق قدرة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على تلبيتها. تلك أبرز التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي. خلال سنوات الحرب اليمنية التي قاربت السبع، نجحت الأمم المتحدة في رصد معاناة اليمنيين، لكنها فشلت في إيقافها أو الحد من تبعاتها التي تتفاقم وتتكرر في كل ساعة. لم تولي الأمم المتحدة جهداً في طلب الدعم ومناشدة المانحين، لكنها في أول حديث عن جهود مبعوثيها الأربعة تكتفي بالقول إن دورها لا يتعدى الوساطة، الوساطة التي فشلت حتى في فهم تعقيدات الملف اليمني، ناهيك عن فرض حلول وتسويات على أطرافه المتناحرة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيفي من القاهرة المحلل السياسي وضاح الجليل، وأيضا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ معك سيد وضاح. إذن كل يوم تصريح جديد للأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في اليمن. السؤال يعني لماذا نجحت الأمم المتحدة في استجلاب الدعم وفشلت في إنجاز التسويات؟ نعم، مساء الخير وتحية لك يا جماعة السادة المشاهدين، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله. أهلا بك. حتى فرضية الأمم المتحدة نجحت في استجلاب الدعم، هذه لا يمكن الاتفاق عليها. لم تنجح في استجلاب الدعم بالشكل الكافي والمطلوب، هناك الملايين من اليمنيين الذين لا تصلهم هذه المعونات وهذا الدعم والمساعدات الغذائية برغم تصريحات الأمم المتحدة. ما تزال أرقام المجاعة وأرقام المحتاجين الى المساعدات كبيره جدا، هذا اضافه الى ان هذه المساعدات اصلا لا تذهب بالاتجاه الصحيح، اما ان يتم نهبها من طرف من قبل الاطراف القطاعية على الارض وتحديدا ميليشيا الحوثي، او انها لا تحقق الهدف المرجو منها او تحقق اهداف تخص الامم المتحده ولا تخص المجتمع، بمعنى انها لا تحقق تنميه مستدامه ولا تفعل سوى انها تغيث المحتاجين لفترات بسيطه. الأمم المتحدة وجدت لحماية البشرية كما يقال، لكن حقيقة دورها مقتصر على الوساطة كما جاء في تقريركم، وحتى هذه الوساطة أيضا منقوصة وغير مكتملة. كون الوسيط دائما لابد أن يكون صاحب سلطة وصاحب نفوذ وقادر على الضغط على الأطراف المتصارعة أو العاملين على الأطراف الفاعلة على الأرض وإجبارها على تقديم تنازلات. الأمم المتحدة هي فقط أداة في يد القوى الكبرى، وهذه القوى الكبرى هي المتحكمة في المشهد، وصلاحيات الأمم المتحدة لا تتعدى فعلا دور الإغاثة. بالتالي لا يمكن محاصرة الأمم المتحدة لأنها لم تنجز تسوية، لكن يمكن محاسبتها على أنها قامت
بالتدليس والتغذية والتعمية على الانتهاكات على الأرض، وساهمت في إطالة أمد الحرب، أو أنها بهذا الدور مكنت أطراف ما سواء في اليمن أو في غير اليمن، نعم مكنت أطرافا ما من المزيد من النفوذ والسيطرة، لكنها لم تحقق شيء يخدم أو ينقذ الإنسان في هذه المناطق وتحديدا في اليمن. نعم تفضل. من بإمكانه إذن محاسبتها، وهي التي تمثل دور الوسيط كما فهمت من حديثك، وأيضا ما فهمته من حديثك أيضا هناك اتهام للأمم المتحدة بأنها تغطي على جرائم ولا تعطي هذا الملف الإنساني وحتى السياسي ما يستحقه من اهتمام. نعم، الملاحظ أن ذكرت لك أيضا أن الأمم المتحدة هي أداة بيد القوى الكبرى في هذا العالم، وهذه القوى الكبرى لديها أجندة في مختلف الصراعات في العالم. في اليمن هناك رغبة دولية، ما رغبة لدى هذه القوى الكبرى باستمرار وبقاء ميليشيا الحوثي وسيطرتها على الأرض وتحويلها إلى ورقة ابتزاز في المنطقة، ورقة أمنية ومذهبية وطائفية تعبث بالأمن الإقليمي وحتى الأمن الاجتماعي داخل دول المنطقة وليس في اليمن فقط. بالتالي لابد من استمرار هذه الجماعة برغم أن وجودها يناقض القانون الدولي الذي افترض أن الأمم المتحدة تعمل على حمايته، لكن الأمم المتحدة كما نلاحظ تقوم بدور الوساطة وتتعاطى مع جماعة الحوثي وكأنها طرف سياسي معترف به، نعم، على النقيض مما يقول القانون الدولي ويصفها بأنها جماعة انقلابية ومتمردة وهي إذا خارج التعاطي الدبلوماسي معها. إذا الأمم المتحدة بهذا الدور تساهم في زيادة نفوذ وسيطرة هذه الجماعة، وبالتالي نقض القانون الدولي وأيضا استمرار الانتهاكات على الأرض واستمرار الوضع الإنساني في التدهور والمزيد من الضحايا الذين يعانون جراء أوضاع الإنسان. نعم. سيد عبد الناصر المودع، مرحبا بك معنا. وفق رؤيتك، كيف يمكن تقييم دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالملف الإنساني اليمني وأيضا السياسي؟ الصوت مش واضح، ممكن مش سامع، ممكن سيعمل الزملاء في الكنترول على معاودة الاتصال بك. وأعود إليك سيد وضاح، إذن بالنسبة لليمنيين كيف يمكنهم التعامل مع هذا الوضع؟ هناك محاباة، هناك كما فهمت من حديثك أن هذه القوى تحاول إبقاء الحوثيين، ما المراد؟ ما الذي يريده أو هذه القوى ما الذي تريده لليمن؟ نعم، هذه القوى تريد لليمن وللمنطقة بشكل عام استمرار الصراعات فيها، عدم تمكن شعوب هذه المنطقة وحكوماتها من السيادة على أراضيها والسيادة على جغرافيتها، واستمرار الصراعات بما يجعل هذه الدول وهذه المنطقة بشكل عام مساحة لتدخل هذه القوى وفرض أجندتها وتقاسم النفوذ فيها، وإضافة إلى ذلك أن تبقى أيضا سوقا للسلاح الذي يعد أحد مصادر قوة اقتصادات هذه القوى والدول الكبرى. هناك دول أيضا كبيرة في المنطقة، دول ذات اقتصادات قوية وقوة أيضا نفوذ سياسي معترف به في أنحاء العالم، ولديها القدرة على التأثير في ملفات كثيرة سواء في المنطقة أو خارج المنطقة. يراد أيضا لجماعة مثل جماعة الحوثي أن تتحول إلى تهديد لهذه القوى وأن يتم ابتزازها. إذا ما حددنا أكثر حتى يعني يكون الحديث واضح أكثر للمشاهد، من هي هذه الدول التي يعني يراد لميليشيا الحوثي أن تؤثر عليها أو أن تكون سلاح بيد هذه الدول لمحاربة بعض الدول كما ذكرت؟ نعم، هناك دول عديدة، أكبر دولتين في المنطقة هما السعودية ومصر، ولديهما من الثقل الاقتصادي والسياسي ما يجعل لهما تأثير واضح في الكثير من الملفات في المنطقة وخارج
المنطقة، والسعودية تحديدا هي جارة لليمن وتتأثر بما يحدث في اليمن، وأيضا تؤثر بشكل كبير فيما يحدث في اليمن. نعم. يراد لميليشيا الحوثي أن تتحول إلى تهديد للمملكة العربية السعودية، وأن يتم ابتزاز المملكة العربية السعودية بهذه الميليشيا، تحديدا الميليشيا الحوثي، والتلويح بها دائما في وجه السعودية، وعدم تمكين السعودية أو حتى المجتمع اليمني من إنهاء نفوذ ميليشيا الحوثي، ليستمر بقاء هذه الميليشيا كتهديد للأمن السعودي، وإجبار السعودية على تقديم تنازلات في مختلف الملفات، إضافة إلى إجبارها أيضا على شراء السلاح ودفع الأموال مقابل العديد من الصفقات. نعم، سأعود لك مرة أخرى للحديث عن السعودية وما الذي يتوجب عليها القيام به لمواجهة كل هذه التحديات. أعود إليك سيد عبد الناصر المودع، مرحبا بك معنا مجددا، هل تسمعني الآن؟ سيد عبد الناصر، إذن يبدو بأن هناك خلل في الاتصالات، وسيعاود الزملاء مجددا الاتصال بك سيد عبد الناصر. أعود إليك سيد وضاح، كنت قد تحدثت عن أن هذه الدول تسعى لجعل الحوثيين أداة لتهديد قوى إقليمية كالسعودية ومصر كما ذكرت، لكن بالنظر إلى سياسة السعودية تجاه اليمن خلال 6 سنوات من الحرب ونحن ندخل على مشارف السنة السابعة، كيف يمكن فهم تعامل السعودية مع هذا الملف؟ ألم تكن تدرك السعودية أن الحوثيين أداة تهديد لها؟ لماذا لم تحسم الأمور؟ نعم، هناك الكثير من الحديث يمكن أن يدور حول هذا الشأن، لا يستطيع أحد أن يدافع عن السعودية في هذا الشأن، ولا يستطيع أيضا أن يلومها إلى أقصى حد. هناك تداخل في مهام وأدوار كافة الأطراف، سواء الخارجية أو الداخلية. بالنسبة للسعودية هي قدمت الكثير من الدعم للحكومة الشرعية في اليمن ولقوى أخرى أيضا داخل اليمن، وكان هناك اختلال في تقديم هذا الدعم، لم يذهب بأكمله إلى الحكومة الشرعية بشكل مؤسسي ومنهج، بحيث يمكن أن تحاسب أيضا الحكومة الشرعية على هذا الدعم لوحدها، وأيضا لم يكن هناك شفافية في التعاطي مع قوى أخرى على الأرض. إضافة إلى ذلك، الحكومة الشرعية والقوى الأخرى المؤيدة لها داخل اليمن لم تتعاطى بجدية ومسؤولية مع هذا الدعم، وذكنت بشكل كبير إلى أن السعودية تنجز كافة المهام وتسلم لها أو تستعيد لها الدولة وتسلمها إليها جاهزة، ولم يدر في حسبانهم بأن السعودية لديها حساباتها، وهذا أمر طبيعي ومنطقي جدا. السعودية لن تبحث عن مصلحة اليمنيين قبل أن تبحث عن مصلحتها أولا. سنعود. نعم، سأترك لك مساحة للحديث عن دور القوى اليمنية في التعامل، سواء تعامل السعودية مع الوضع أو الملف اليمني، وحتى الأمم المتحدة مع هذا الملف، لكن أعود إليك مجددا سيد عبد الناصر المودع من عمان، هل تسمعني الآن؟ أسمعك الآن، تفضل. مرحبا بك معنا. إذا ما سألتك عن دور الأمم المتحدة وتعاملها مع الملف اليمني سياسيا وأيضا إنسانيا، كيف يمكن تقييم هذا الملف الذي يصفه العديد من المتابعين بالتناقض؟ الدور الأمم المتحدة يظل دور محدود، خاصة في الفترة الحالية من بعد بداية الحرب. قبل الحرب كان هناك دور كبير للأمم المتحدة، ولكن لسوء الحظ أن مبعوث الأمم المتحدة آنذاك جمال بن عمر كان له مساهمة سلبية، مساهمة سيئة، ويعد أحد المساهمين في انهيار الدولة اليمنية حين تعاطف مع الحوثيين وسهل لهم تمددهم. وبالتالي الأمم المتحدة في عندما تمتلك السلطة الفعلية يتحول مندوبيها إلى، إن كان لديهم أجندات سيئة، يتحولوا إلى
إلى وسطاء أو إلى أطراف سيئين كما حدث مع جمال بن عمر. أما من بعد الحرب أصبح دور الأمم المتحدة محدود جدا واقتصر على فقط إثارة الموضوع اليمني، وحتى المفاوضات التي كانت تجرى في أكثر من مكان لم يكن للأمم المتحدة دور كبير فيها، وبما في ذلك اتفاق ستوكهولم. ما حدث في ستوكهولم هو قبعة أمريكية بريطانية تم تمرير ما سمي باتفاق ستوكهولم عبر الأمم المتحدة. نعم. وبالتالي الأمم المتحدة لا على المستوى الشخصي كان هناك أدوار بارزة ولافتة، لم يكن المندوبين حتى الآن مع يعني الثلاثة المندوبين السابقين كانوا إما رديئين مثل جمال بن عمر وسيئين، أو أنهم كانوا غير مؤهلين تهيئة كاملة لفهم الملف، وبالتالي لم يحدث أي إنجاز لهذه المؤسسة باستثناء إثارة موضوع اليمن في الإحاطات وإبراز المشكلة اليمنية كمشكلة إنسانية بالدرجة الأولى، وهذا أمر طبيعي إلى حد كبير. الأزمات والمشاكل والحروب الأهلية خاصة عندما تكون معقدة وعندما تكون هناك تدخلات كثيرة من الخارج فيها يصبح على مهمة الوسطاء أو الوسطاء صعبة جدا، وتحقيق تقدم فيها يعتبر أيضا يظل أمر صعب، وليس من مهام الأمم المتحدة أن تأتي لتحل مشكلة الأطراف الداخلية ولا الخارجية لديها الرغبة بحل هذه المشكلة. السيد وضاح كان قد قال بأن هناك يعني دول تسعى لأن تستخدم الحوثيين كأداة تهديد للدول الإقليمية، هل تتفق أنت مع ما ذكره السيد وضاح؟ ألو ألو، هل تسمعني سيد عبد الناصر؟ إذن يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا عبد الناصر المودع. أعود إليك سيد وضاح، كنت قد تحدثت لربما عن نقطة مهمة هي دور القوى اليمنية في التعامل مع قضيتهم، يعني المسؤولين اليمنيين النخب اليمنية مع هذه القضية مع هذا الملف، وكيف يعني أوصلوا هذه القضية إلى الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي. هل ترى أن الخلل أيضا يكمن في هذه القوى؟ هل تتحمل هي المسؤولية الكاملة عن أن الوضع في اليمن لا يزال غير واضح للولايات المتحدة للمجتمع الدولي؟ أيضا هذا التعاطف مع الحوثيين، هل أيضا تتحمل القوى اليمنية مسؤولية وجزء من هذه الرؤية لربما المختلة في التعامل مع الملف اليمني؟ نعم، ليس بالضرورة أن تتحمل المسؤولية كاملة، لأن المجتمع الدولي وإن كان يحابي الحوثيين كثيرا إلا أن ذلك يندفع يكون بسبب أو بمبرر أن هذه القوى تبحث عن مصالحها وترى أن وجود الحوثي وصعوده ومسعوده يحقق لها هذه المصالح. بالنسبة للأطراف اليمنية والنخبة اليمنية من أحزاب وجماعات وأفراد تعاطت بانتهازية مع الوضع ومع تدخل التحالف العربي، أرادت أن تحقق مكاسب شخصية ومكاسب فردية أيضا من خلال الإثراء، الحصول على النفوذ، الحصول على مناصب في الحكومة دون أن يكون لهذه المناصب أصلا فعل على أرض الواقع. بالتالي تحملها المسؤولية عن قائم، لكن المجتمع الدولي كان يرى وجوده أو القوى الدولية كانت ترى أن وجود الحوثي يحقق لها هذه المصالح، وبالتالي كانت تحابيه وتندفع لمساعدته. الأطراف اليمنية الأخرى من قوى وأحزاب وأفراد وحتى حكومة شرعية تعاطت بانتهازية، وبالتالي ظهرت أيضا بموقف أضعف هذه القوى الدولية التي رأت أيضا أنه لا فائدة أيضا من التعاطي معها، وأن التعاطي معها لن يضيف لها شيئا. فهذه القوى الدولية تتعاطى مع ما يحدث على الواقع، تتعاطى بواقعية وليس بمثالية كما يظن البعض أو كما يتوهم أو كما يتمنى.
إذا كانت هذه الأطراف أو القوى السياسية والأحزاب والجماعات وحتى الأفراد إذا كانوا يمثلون قوة حقيقية على الأرض وقوة فاعلة ويستطيعوا أن يكونوا ند قوي للحوثي وأن يتوحدوا خلف الحكومة الشرعية وخلف استعادة الدولة، بالتأكيد سيتغير موقف المجتمع الدولي وموقف القوى الدولية الكبرى، سيتم التعاطي معهم بجدية أكثر وسيتم تقليص أيضا حجم التعاطي مع الحوثي. لكن ما يحدث هو العكس، الجميع يرى أن هذه الحكومة الشرعية، حتى الشعب اليمني نفسه والمجتمع اليمني يرى أن هذه الحكومة الشرعية والقوى الملتفة حولها من أحزاب ونخب يراها بأنها انتهازية وتبحث عن مصالحها الضيقة وتتنافس فيما بينها البين على مصالح أهلية وعابرة وسريعة، بينما الحوثي يتوسع على الأرض ويمد نفوذه ويريد أن يلتهم كل شيء. بالتالي هنا يختلف التعاطي، الحوثي يكسب احترام لدى الآخرين أكثر مما تكسب هذه النخب. نعم تفضل. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي وضاح الجليل، كنت معنا من القاهرة، وأشكر أيضا ضيفي المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.